زيت من الدهن، وبيتبقى الدهن الكتل دوت، ده بنعبيه برضو في عبوات صغيره، ده بينفع لحاجات تانية كدهان المفاصل والالام والالام والوجع والرقبه والالام العضليه والحاجات دي. يعني ريش النعام لوحده، يعني انت ما تيجي تذبح النعامه هتبيع ريش لوحده يعدي 1000 جنيه. في كان في اشرف شعرهم نعمته، خليته حاجه لما بتبقى اورجانيك اكتر بتبقى الشعريه بتبقى احسن بكتير. احنا لما عددنا فوائد النعام سواء تأثيرها على الشعر او تأثيرها على المفاصل وزوال الألم، كل هذه الأطروحات المفروض انها بتخضع للبحث العلمي الصحيح من خلال الجامعات المصرية ومن خلال المركز القومي للبحوث او شركات الأدوية اللي معنية بهذه الامور، لان قطاع كبير جدا من الناس هيستفيد استفادة عالية جدا من وجود بدائل للكيميائيات او شيء مكمل لكل هذه الأدوية المتوفرة والموجودة في السوق.